أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مكلف في مدينة نجران ودوامي 15 يوما هناك مرابطة، و15 يوما أرجع إلى أهلي، فهل يحق لي الجمع على أن ضابط الشؤون الدينية أفتى بذلك وأجاز ذلك؟ يجوز لهم في مكان العمل، مكان المرابطة، يجوز لهم الجمع إذا احتاجوا إليه، يجوز لهم الجمع إذا احتاجوا إليه في مكان المرابطة لأجل ضبط الحراسة. أما إذا كانوا مقيمين في غير مكان المرابطة وإنما ينتظرون دورهم ووقتهم، فإنهم لا يجمعون ولا يقصرون لأنهم مقيمون. نعم.